You hear me well? Is there a mic? Is it open? Right? Okay. هل تسمعوني كما يمر؟ أنا اسمي فارع المسلمي وأنا مختص ملف اليمن والخليج بتشاتم هاوس وأنا اليوم سعيد بشكل مضاعف ضدا عن رغبة الطقس لأنه هذا أول لي سنة بالضبط في تشاتم هاوس فوجود هذه الفعالية الكبيرة وتدشينه شيء مرضي وسعيد وسعيدين بهذا اللقاء. هذه الجلسة الثانية من مؤتمر اليوم عن اليمن وهو سلسلة نقاشات قدناها خلال الشهور والسنة الماضية مع مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية كجزء من برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تقوده الدكتورة سنام بكيل والذي يركز على اليمن والعراق وشرق أفريقيا وليبيا والكثير من الملفات ما فيها القضية الفلسطينية. واليوم احنا في حديث عن البحر الأحمر هو ثاني مؤتمر كبير عن اليمن وفي لحظة أيضا لا يمكن أن تكون أقل أهمية تحديدا ليس فقط بندرة اليوم 29 فبراير وإنما أيضا بندرة الحديث عن البحر الأحمر. وأنا سعيد أرحب أيضا بضيف عزيز في تشاتم هاوس العقيد طارق صالح. أهلا الحميد طارق صالح, أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك نائب رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات المواطنة المقاومة الوطنية. وفي كثير من ملفات اليوم حابين نناقشها, التطورات الموجودة في اليمن, التطورات في البحر الأحمر, علاقة المجلس الرئاسي, المفاوضات الجارية مع الحوثيين. ولكن خلنا نبدأ من البحر الأحمر الذي كاد يكون أحمرا بسبب الدماء التي تجمعت إليه والتي تكاد تسيل. فإيش الوضع الحالي؟ إيش قراءتكم للتطورات في البحر الأحمر بشكل عام؟ وإلى أي درجة إحنا نرى أن التداعيات الحالية أو ترى التداعيات الحالية في هجمات الحوثيين على تحديدا التجارة العالمية ولكن على إسرائيل من قبل البحر الأحمر؟ فما هو مدى أو أفق الأزمة التي إحنا نتكلم عنها على البحر الأحمر حاليا وتحديدا فيما يتعلق بالهجمات؟ ما يخص الأزمة في البحر الأحمر هي نتيجة مسبقة لإعداد مسبق تم التحضير له من بعد اتفاق ستوكهولم الذي منع الشرعية وقوات الشرعية من تحرير الحديدة وسمح للحوثيين السيطرة على هذه الموانئ تحت حماية ومظلة دولية. ما يحصل الآن في البحر الأحمر ليس نتيجة لما هو في غزة. كمية الصواريخ والقدرات التي سلمت للحوثيين يبرهن أن هذا تم الإعداد له مسبقاً ولم يأتي كردة فعل لما يحدث في غزة. الصواريخ والمسيرات تعدت الآن المئات وليست عبارة عن فعل ورد فعل نتيجة ما يجري في غزة. فإحجام وقوف المجتمع الدولي عائق عن تحرير الحديدة وتأمين هذه السواحل بقوات الشرعية اليمنية الدولة المعترف بها جعل هذه الميليشيات أن تجعل من هذا الممر الدولي الممر التجارة العالمي إلى ميدان حرب. هذه نتيجة حتمية. أنت تقول أن هناك كثير أو حصل تم الإعداد له لمدة سنين, إلى أي درجة بالفعل كانت دور إيران واضح بهذا الموضوع؟ هناك كثير حديث من قبلكم من قبل الحكومة الشرعية من قبل كل الأطراف أن هذه أيادي إيرانية ولكن إلى الآن لا يوجد لدينا أي إثبات. ثم أن هناك ترسانة أسلحة كبيرة كانت متواجدة في عهد نظام عمر ورثها الحوثيين, يعني لا يحتاج إلى دعم إيراني. لا بالعكس, ما يثبت أن هذا الإعداد إعداد من قبل الحرس الثوري وميليشيات حزب الله. كمية الصواريخ هذه لم تكن موجودة مع الجيش اليمني من سابق, هذه القدرات لم تكن موجودة مع الجيش اليمني من سابق. أيضا هي سعي إيران الدائم للسيطرة على ممر الملاحة الدولي في مضيق باب المندب بالتزامن مع وجودهم في مضيق هرمز, يريدون أيادي تابعة لهم تتحكم في هذا الممر الدولي لها. كمية الصواريخ ونوعية الصواريخ حتى تسمية هذه الصواريخ وهذه الأسلحة نفس التسمية الموجودة في إيران, حتى البوية نفس البوية, يعني ما قدرش حتى يغيروا البوية حقها. ما هو دور قواتكم في العمليات الدولية الحالية سواء الضربات الأمريكية والبريطانية أو عمليات الاتحاد الأوروبي أو بشكل عام حماية الممرات الدولية؟ نحن تحدثنا عن هذا مسبقا وقلنا أنه لم نشارك في عملية حارس الازدهار. لماذا؟ لأنه لدينا قناعة أن هذه مهمة المجتمع الدولي التي أغفل عنها وترك الحوثيين هذه الفترة, لم يساندنا, لم يساند الشرعية, لم يساند حتى قوات التحالف عندما كادت أن تحرر الحديدة.
وهذه خارج قدراتنا وإمكانياتنا. نحن نتواجد على جزرنا، على مياهنا الإقليمية، على موانئنا وشواطئنا، هذه نؤمنها وقادرين على حمايتها وتأمينها من أي اعتداء حوثي أو غير حوثي. لكنكم غير منخرطين بأي شكل من الأشكال بالعمليات العسكرية الحالية؟ لا أبدا. في حالة ما الحوثيين كانوا هاجموا مش البحر الأحمر ولكن فقط إسرائيل، هل كان سيتغير موقفكم فيما يتعلق من هذه الضربات؟ موقفنا من القضية الإسرائيلية الفلسطينية ثابت مع الشعب الفلسطيني منذ قيام ثورة 26، وهذه قضية محورية للوطن العربي وللشارع العربي ولكل مواطن يمني. كل مواطن يمني يحمل هم القضية الفلسطينية. ليس الموضوع موضوع أنه أتى الحوثي وتبنى وركب هذه الموجة. إيران هي تريد اختطاف هذا الملف من العرب ويريد أن تتبنى وتقول هي متبنية لقضية القدس، بينما هي بعيدة. أين هي في الصراع الحالي؟ بعيدة عن هذا الصراع. بنغلق ملف البحر الأحمر، بس معي سؤال أخير على اتفاقية ستوكهولم اللي كنت أنت على مشارف الحديدة وإحنا الآن على مرور 6 سنوات عليها. ما هو تقييمكم لهذه الاتفاقية والدور الأممي بشكل عام؟ حقيقة لا نريد أن نكثر اللوم في هذا الاتجاه، ولكن نحن والعالم يدفع ثمن هذا الاتفاق. هذا الاتفاق كان يستطيع أن يحجم من قدرات الحوثي، من قدراته على تهريب الأسلحة، من قدراته على الانتقال من جبهة إلى أخرى. الحوثي بعد اتفاق ستوكهولم والذي ينص على منع الطيران والطيران المقاتل والطيران الاستطلاعي من الطيران فوق أجواء الحديدة، استطاع أن يبني عدد من المعسكرات مؤمنة، وخلال عام تحول إلى الهجوم. بعد عام من اتفاق ستوكهولم نلاحظ أن الحوثي تقدم في جبهات مارب واستطاع أن يأخذ الجوف ونهم ويصل إلى حدود مدينة عاصمة مأرب. فهذه نتيجة اتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم تلقت الحكومة الشرعية يومها وعود بأنه سيتم تنفيذه وسيتم إخراج الحوثيين والقوات العسكرية من داخل الحديدة وتسليم الموانئ الثلاث، ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، إلى تحت إشراف ومراقبة دولية، ولم يتم ذلك. هذه الاتفاقية مكنت الحوثي من تهريب هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة. هل هناك تفكير الآن تحديدا فيما بينكم والتحالف العربي بالخروج من هذه الاتفاقية؟ هذه مسؤولية المجتمع الدولي. من أي ناحية بس مسؤولية؟ تمتلك قواتك على الأرض. لأنه عقب هذا الاتفاق قرارين في الأمم المتحدة، منها قرار إنشاء الأنمة، فأي قرار نتخذه سيتعارض مع هذه القرارات الدولية. أوكي، برجع لموضوع الأمم المتحدة، ولكن ننتقل شوية إلى التطورات السياسية الحالية دحين فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي وفيما يتعلق بالمفاوضات السياسية مع الحوثيين. ما هي معرفتكم عن طبيعة التداولات أو المفاوضات السعودية الحوثية حاليا، ولأي درجة أنتم منخرطين فيها كمجلس رئاسي؟ المفاوضات الحوثية السعودية نتج عنها خارطة الطريق تتكون من 3 مراحل. عرضت هذه الخارطة علينا كمجلس قيادة وكان لنا بعض الآراء فيها، وتم أخذ بعض الملاحظات واستيعابها، ومن ثم عندما تم التوافق على ما في خارطة الطريق وجدنا الحوثي يقفز إلى البحر الأحمر هربا من أي استحقاقات للسلام. الحوثي لا يريد السلام. الحوثي دائما نشأ منذ عام 2004 في حرب، الحرب الأولى في صعدة في عام 2004، واليوم نحن في عام 2024، 20 سنة من الحرب، وسيظل جماعة قامت على الحرب وستبقى في الحرب. لكن الآن متوقف العملية السياسية، لا يوجد أي مفاوضات أو نقاش. صعب أن تأتي إلى خارطة السلام والبحر الأحمر ملتهب بجانبك، وهذه الكمية من الأسلحة والصواريخ تضرب. عودة إلى المجلس الرئاسي، معقول بعد 2 سنة إلى الآن ما عندكم لائحة داخلية تضبط عملكم؟ سنعمل على إنجازها إن شاء الله. 2 سنة يا رجال. العمل ماشي. العمل ماشي والتوافق أفضل، ونحن نعمل على الآن في رئيس حكومة جديد، وإن شاء الله يكون في إجراء إصلاحه. الأمر ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى وقت. ولكن خلينا لما واحد يفكر بالمجلس الرئاسي لما تشوفه بالشكل الحالي، ملوك طوائف، الخلافات فيما بينكم أكثر من الاتفاقات اللي فيما بينكم على فكرة. يعني اليوم ما هو الذي يجمعك بعيدروس الزبيدي؟ يجمعنا استعادة الدولة وغير هكذا. يجمعنا هدف هو حربنا مع الحوثي تجمعنا، احترام المواثيق الدولية تجمعنا، احترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره سواء في الجنوب أو الشمال، هذا ما يجمعنا بالانتقال.
أنا لن أفرض رأيي على الانتقالي أو على الجنوب أو على الشمال. هناك تعددية في اليمن. الحوثي يريد اليمن بلون واحد، حتى أنه يرنج الناس باللون الأخضر في رمضان. إحنا موجودين، فينا الزيدي، فينا السلفي، فينا الصوفي، فينا الشافعي، فينا كل يعني التهامي، اليافعي، أصحاب صنعاء، أصحاب حضرموت، أصحاب لحجة، متنوع فيأتي تنوع المجلس القيادة الرئاسي من هذا التنوع اليمني. صعب أن نكون بصبغة واحدة وبلون واحد، وتبنى الحكومات حتى في الدول العالم الغربي بالتعددية وبالتوافق السياسي، لا يأتي من لون واحد. لا تجد حكومة في هذا المجتمعات الديمقراطية بلون واحد. على فكرة بالحديث مش عن المكتب المجلس الانتقالي، خلينا نتكلم على الإصلاح في تعز. أنتوا أكبر قوتين، أنتوا والإصلاح في تعز، ولكن إلى اليوم هذه المدينة لم تستطيعوا إيجاد أي إطار مشترك فيما بينكم، أنت والإصلاح تحديدا. إحنا المنطقة هي ماذا في حالة حرب، لكن يوجد بيننا تنسيق أمني، يوجد بيننا تنسيق عسكري. نحن نحتكم للسلطة المحلية، إحنا موجودين في الساحل الغربي، لكن أدواتنا لإدارة هذه المناطق هي السلطة المحلية، عبر المحافظ، عبر مدير المديرية، عبر مدير الأمن المعين من قنوات السلطة محلية وشرعية، لا تدار بالمنفردة أو عبر تشكيل مشرفين أو غيرهم. يوجد مدير مديرية، يوجد مدير قسم، يوجد كل مؤسسات السلطة موجودة. بالحديث طيب مش عن الإصلاح، عن المؤتمر الشعبي العام، كثير من المؤتمرين يروا أن تشكيل المكتب السياسي كان لمحاولة ورثة المؤتمر الشعبي العام. لا، هذا نحن أصحاب قضية ونقاتل من أجل استعادة دولتنا، والمؤتمر الشعبي العام حزب كبير، وتحدثنا أنه هو ما يزال هو بيتنا الكبير بالنسبة لنا، لكن لكي نتحرك في العملية السياسية ونظرا للتنازع الموجود داخل المؤتمر أو وجود مجموعة في الداخل ومجموعة في الخارج وعدم تشكيل قيادة موحدة للمؤتمر الشعبي العام، هذا وأوجدت صعوبة في التعامل مع الملف السياسي أو من يمثلنا في هذا المسرح السياسي، فانطلقنا عبر المكتب السياسي. انسى الأحزاب، موضوع هو سؤال عسكري ولكنه أيضا شخصي. السلفيين لديك أخوتنا ولدك علاقة حميمة معهم، ومش بس بالمعنى العسكري والبرجوماسي، ولكن كثير من الناس يتحدثوا حتى عنك بصفتك شخص أيضا متدين بشكل ما، وأن هذا العلاقة فيما بينك والسلفيين ليست فقط علاقة عسكر. هل هذا له علاقة بنشأتك؟ وهذا نادر حتى في أسرتك أنك تكون متدين بهذا الشكل. لا، مش نادر في هذا الشكل. الحمد لله، أنا ولدت في أسرة محافظة، ووالدي كان إنسان ملتزم ومتدين، وكان رجل أمن ورجل انضباط، علمنا الانضباط، علمنا الاحترام، فورثنا من هذه الصفات كثيرة، من ضمنها الالتزام. ولكن علاقتك بالسلفيين العسكرية الآن تجمعنا وحدة الهدف ووحدة الميدان ووحدة الدم في الميدان. بالحديث عن اللاعبين الخارجيين مش بس المحليين، واضح أنه في احتدام سعودي إماراتي، سواء تكلمنا عنه ولا أخفينه خلال السنوات الماضية، إلى أي درجة هذا يؤثر عليكم حلفاء في الأرض ينعكس؟ بالنسبة لنا لا يوجد في الساحل الغربي أمورنا مرتبة. وبقية وضع الشرعية؟ هي توجد خلافات يعني بسبب المكونات نفسها، و تحل في إطار لجان، في إطار تنسيق، في إطار لقاءات وتشاورات، سواء على المستوى الداخلي نفسه أو بين الأشقاء أنفسهم. ولكن الأشقاء أنا أقول لك هم لا يفرضون أشياء تخص العمل في المؤسسات الداخلية، هم يتركون لليمنيين هذه الأشياء، هم يتحولوا في بعض الأوقات إلى مرشدين، إلى مصلحين، إلى نوع من الوساطة التي تعمل على تقريب وجهات النظر. بالحديث عن الخارج بشكل عام، وهذا الشيء دائما بالنسبة لنا كباحثين يؤرقنا الموضوع، الحديث عن وجود تحالفات أو حروب أهلية يوجد لديها تحالفات خارجية خارج حدوده. الأطراف المحلية تخسر وتكسب أحيانا. أنت خضت مع الحوثي معركة ما بين 2004 إلى 2010 تقريبا، كان النظام حينها. الحروب الست، وكسبتم هذه الحرب من دون تحالف خارجي أو هذه الحروب. دون دولة. ولاحقا خسرت حروب مع الحوثيين بالرغم من الخارج. وحينما جاءت معركة ستوكهولم أنت دفعت الثمن خاشقجي، العالم ضغط عليك أنه تنهي هذه المعركة، ضغط على السعودية.
فأين تخسر وأين تكسب كعسكري حينما يكون لك صديق في الخارج؟ نحن بحاجة لا يقوم أي قوة مناهضة إلا بوجود شراكة ودعم، ونحن وجدنا في أشقائنا سواء في المملكة العربية السعودية أو أشقائنا في الإمارات الحليف الحقيقي والصادق والجاد في معركته معنا، فهذا لا ضير فيه أن تبحث عن حليف. الحوثيين من أسسه؟ كيف قاموا؟ قاموا ونشأوا على يد الحرس الثوري، وكانوا يذهبوا لأخذ الدورات ويلتحقوا بها إما في حزب الله في لبنان أو في يذهبوا إلى سوريا ومن سوريا ينتقلوا إلى إيران يأخذوا الدورات والتأهيل العسكري والاستخبار. كم تقريبا عدد الحرس الثوري في اليمن وحزب الله؟ هو حسب الاحتياج يرتفع وينخفض حسب مجريات العملية، يعني لا يزال فاعل بشكل مباشر نشيط. أكيد هو من يدير غرف العمليات، وهذا بلسان عبد الملك الحوثي نفسه، هو الذي تحدث في بداية معركة غزة عندما ضغط عليها الشارع وقالوا أنت دائما شعارك والموت لأمريكا الموت لإسرائيل، أين أنت اليوم من هذه المعركة؟ فأول خطاب له طلع يقول هناك غرفة عمليات لمحور المقاومة تدار وهي المعنية بالتنسيق، وعندما تقرر غرفة العمليات هذه أي عمل نحن سنقوم بما هو بدورنا. هل هذا هو ما حصل؟ ما قلت شنو، هذا قال عبد الملك. بس هل هذا ما حصل في 2017 أنه خسرت معركة صنعاء لأنكم خضتوها أيضا ضد الحرس الثوري مش بس ضد الحوثيين؟ معركة صنعاء كانت موازين القوى مختلة تماما. مختلة تماما، لا يوجد موازين، لا يوجد شيء كان يسمى أو ما يطلق عليه أنه الحرس الجمهوري بيد صالح أو بيد المؤتمر الشعبي العام. الحوثي سيطر على العاصمة وسيطر على معسكراتها عندما دخل إلى صنعاء واحتجز رئيس الجمهورية واحتجز الحكومة. نحن قاتلنا بحراستنا الشخصية وببعض المساندين لنا نتيجة خلاف على رؤية إدارة الدولة وما كان يتعرض له المجتمع اليمني أو داخل صنعاء. نحن كنا يعني نشاهد جر الأطفال إلى المعارك يوميا، وهذا كان يخالف منهجنا تغييره وإصراره على تغيير المناهج والتعليم ليسبق المجتمع اليمني بسبقة واحدة. هذا جزء من الخلاف الذي حصل. بعد لهذا السؤال، السؤال الأخير قبل أن أفتح القاعة إذا أي حد عنده سؤال أو أيضا من الذين متواجدين أونلاين، ولكن قبل هذا إذا كان هذه تقول قاتلته في 2017 بمرافقين شخصيين، كم هي الآن قوات المقاومة الوطنية تقريبا؟ ما يكفي لتخوض معارك ضد الحوثي دون أن تقلق عليها. بس نحن أنتوا العسكر من يسائلكم؟ لا تخضعوا البرلمان ولا تخضعوا لحد، من يسائلكم؟ من يحاسبكم؟ إيش تعرف؟ ونحن نعدهم إحنا. لا بس فعلا ما هي، نحن خلينا نسألك هذا السؤال، نحن أنتوا المجلس الرئاسي والقادة العسكريين على الأرض خلال العشر السنوات اللي مرت نفذتوا من الأسئلة، لم يحاسبكم أحد على شيء ولم يسائلكم أحد على شيء، وإلى الآن هذه المعادلة السياسية اللي بتقودوا بها البلد. لا، نحن ملتزمين بقواعد الاشتباك، ملتزمين بقانون السلطة المحلية، وملتزمين بقرارات الشرعية سواء الدولية أو قرارات الشرعية في اليمن، لم نخالف، احنا قوة منضبطة. بس فعلا لو انا معي مشكلة مع طارق صالح، من يحاسبه لي؟ مجلس القيادة الرئاسي. معك قوات اكثر من رشاد؟ لا، ما عندنا شيء. نحترم القانون فوق كل شيء، ولذلك قاتلنا الحوثي من اجل هذا القانون، من اجل الدستور، من اجل الثورة، من اجل 26 سبتمبر و 14 اكتوبر و 22 مايو. لم نقاتل من اجل ارث فلان او ارث كذا او الوزاره الفلانيه، قاتلنا من اجل مبادئ. وعلي عبد الله الصالح قتل واستشهد وهو يرفع مبادئ هذا الذي عاش وتربى عليها. افتح قاعده حد اي حد عنده سؤال، ورجاء ان احد يرفع يده وايضا بنفس الوقت يعرف عن اسمه، وايضا ساخذ اي اسئله موجوده من الشات اونلاين. برجاء اي واحد ايضا يرفع او يتحدث ان يقول اسمه، هذه ايضا الترجمه اذا تحتاجه. وببدا من هنا، تفضل اذا مايك هير. ورجاء 30 ثانيه اوعدك اني حقطعك لو استمريت اكثر منه، واذا مش مصدق اسالوا اللي كانوا موجودين اخر مره. Thank you very much. So my question is going to be in English, so hopefully this. السؤال سوف يكون باللغة الإنجليزية. أولاً أرحب بك، اسمي شهادة، أنا طالب في وأنا عضو في Chatham House وأنا من كردستان.
سؤالي، السعودية قد بيّنت درجة من التردد في استجابتها تجاه الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، فالوضع الذي يعني نشأ بسبب العملية السلمية، وحيث أن الحوثيون يبدو بأن لديهم الميزة الاستراتيجية، وهذا يتوافق مع تحسين العلاقات بين السعودية وإيران. وسؤال، أنت كنائب لرئيس المجلس القيادي، هل أنت تقلق باتجاه هذا الموضوع؟ السؤال التالي. أنا إبراهيم محمد عزيز من كل هذا اللقاء. أستاذ العزيز، أنت قلت هذا الحرب في البحر الأحمر ليس من نتيجة غزة، ولكن لم يكن يحدث هذا قبل أحداث يعني 7 أكتوبر. هذا أولا. ثانيا، أنت قلت هناك اختطاف، يعني اختطفت القضية الفلسطينية من قبل إيران من العرب، ولكن اللي أنا يدور حول المفاوضات للأسرى ووقف الإطلاق النار هو قطر وإيجبت، يعني مصر. والسؤال الأخير، هناك بس إيش السؤال؟ السؤال هو على هل الحرب الآن في البحر الأبيض المتوسط نتيجة الحرب الغزة وما قبل الغزة؟ أوكي. والثاني، لا سؤال واحد غزة. السؤال الأول معك على هل يقلقكم هذا البرود السعودي إجمالا وبشكل عام فيما يتعلق بالبحر، والسؤال الثاني المتعلق أنه لا، بيقول لك أنه هذا الحد الحرب كانت ستتم في غزة. أوكي. سواء حصلت السعودية هي مؤخرا وعملت مباحثات مع الحوثيين ووصولا إلى خارطة الطريق، وهي تريد أن تحافظ على هذا المسار. ثاني شيء، هذه الأحداث حصلت مسبقا، أن الحوثي استهدف ممر الملاحة الدولي وكان المجتمع الدولي ساكت، ولم يتحرك المجتمع الدولي إلا عندما مست مصالح، عندما كانت مصالح اليمنيين وحصار اليمنيين في تعز وفي الضالع وفي مارب تحدث وفي الساحل الغربي، لم يتحدث المجتمع الدولي. قبل حوادث السفن هذه، الحوثي اختطف سفن صيد مصرية واختطف سفينة روابي، ولم يتحدث المجتمع الدولي. الحوثي قبل عام من الآن استهدف سفن النفط اليمنية ومنع تصدير النفط من ميناء الضبة وميناء قنا. أين كان العالم؟ كان لا يهمه، هذه مشكلة يمنية واعتبرها مشكلة يمنية. بينما نحن نؤكد ونعيد التأكيد أن الحوثي أصبح مشكلة دولية وهو خطر، وهذا ما كنا نتحدث عنه منذ الحروب الست في صعدة، ولكن المجتمع الدولي كان يغفل ويريد التغاضي عن هذا ويعتبر أن الحوثي مشكلة يمنية. الحوثي ليس مشكلة يمنية، الحوثي أنشئ لغرض السيطرة على باب المندب وإقلاق المنطقة العربية والدولية. بالحديث على باب المندب، في 1970s كان عمك هذا هو آخر منصب عسكري له قبل أن يصعد إلى الرئاسة. كثير من الناس يشوفون أنك الآن تحاول إعادة التاريخ من نفس المنطقة. التاريخ لا يعيد نفسه. التاريخ لا يعيد نفسه. علي عبد الله صالح بنى نفسه كضابط ثائر وعمل مع رفاقه لتأسيس الدولة وخلف هذا الإرث الكبير. نحن أتينا لنحافظ على إرث سبتمبر وأكتوبر و22 مايو، إرث الحمدي، إرث الإرياني، إرث قحطان الشعبي، إرث علي ناصر محمد، إرث علي سالم البيض، إرث كل هؤلاء الرؤساء اليمنيين الذي كانوا يسعون لبناء دولة ودولة مؤسسات وقانون واحترام الدستور. أعود لك سؤال نوح بالوراء وبعدين عبد الله. نوح. Hi there, good day. Noah Browning from Reuters. مرحبا، يعني نول برامن من رودوس. شكرا جزيلا. سؤالي حول الأزمة في البحر الأحمر، وهذا متصل بسفينة صافر. ما هي قيمة هذه السفينة عسكريا بالنسبة للحوثيين؟ أنا أتذكر بأن المجتمع الدولي والحوثيين استطاعوا أن يتفقوا لكي يعني لكي يهدئوا أزمة اقتصادية، والتي كان ممكن أن ينشأ عنها أزمة كبيرة في البحر الأحمر، ولكن الأزمة استمرت. يبدو بأن الحوثيون لا يرغبون بحل المشكلة، السفينة لا زالت موجودة والأزمة مستمرة. إذن ما هي القيمة العسكرية للحوثيين، وما تقول هذه المسألة حول مصداقية الحوثيين؟ سيادة العميد طارق عبد الله رفيق، باحث في الأمن الدولي والحوكمة.
إذا ما دعيتم للمشاركة في عملية حارس الرخاء في البحر الأحمر، وهو سؤال سأله فارع قبل، ما الذي يمنعكم؟ هل هو آراء قومية عربية؟ الحلفاء في المنطقة لا يريدون ذلك؟ اتفاق ستوكهولم؟ كل ما سبق أو ليس مما سبق؟ شكرا. سؤال مهم، وإضافة إلى سؤال صافر السؤال الحالي، وفي سؤال من الشات هو أيضا إذا كان أي الدور تعتقدوه لجيبوتي في تأمين البحر الأحمر إجمالا، وإذا في أي تنسيق بيتم فيما بينكم بينهم. فثلاثة أسئلة، تفضل. بالنسبة لسفينة صافر، هذا يؤكد أن أزمة البحر الأحمر لن تنتهي بانتهاء حرب غزة، فهو كان يبتز المجتمع الدولي بسفينة صافر ويهدد بأنها ستغرق، وابتز العالم وأخذ 80 مليون دولار واستبدل السفينة بسفينة جديدة وأبقى على السفينة القديمة موجودة، وما زال الخطر والتهديد قائم إلى اليوم. الآن في بدل صافر 100 صافر تمر عبر البحر الأحمر، وعندنا الآن مثل روبي مار هذه السفينة التي استهدفها الحوثي، وهي على وشك الغرق وهي تحمل كميات كبيرة من الأمونيا والنفط. هذه صافر جديدة، وقد تأتي بعدها صافر أخرى لا نعلم. فالحوثي لن تنتهي أزمة البحر الأحمر بانتهاء غزة، وهذا ما نريد أن نؤكده اليوم ويفهمه العالم. والسؤال الثاني المتعلق ب حديدة، لماذا يعني للآن ما شاركتش؟ هل إذا دعيتوا ستشاركوا؟ دعونا ما رضينا. لماذا؟ سؤال مهم. هذا مش مسؤوليتنا، احنا مسؤوليتنا تأمين أراضينا، ويجب أن لا تتحول الحرب. بس حتى محمود درويش يقول لما لا بر له لا بحر له. لا لا لا، الحرب يجب أن لا تكون في البحر، الحرب يجب أن تكون في البر. احنا جاهزين. بس على فكرة هذا السؤال، وأنا خليني أدهفك على شوية على إجابتك. هذا السؤال اللي الآن لما أتكلم مع الشرعية، أتكلم مع التحالف العربي، مع الإمارات، مع السعودية، كل لغتهم للعالم هي إحنا قلنا لكم، إحنا قلنا لكم، إحنا قلنا لكم. هذا مش سياسة دولية ولا هي علاقة، ولا تبنى المصالح بهذا الشيء. أوكي، بس إحنا قدراتنا وإمكانياتنا السيطرة على موانعنا وشواطئنا ومياهنا الإقليمية في البحار العميقة، هذا تحتاج إمكانيات دول عظمى. دور جيبوتي احنا في التنسيق معهم بحسب الامكانيات المتوفره فيما بيننا وبينهم. يوجد تواصل، يوجد تنسيق، يوجد تامين دوريات. بالحديث عن جيبوتي مدام قديم الاذى، الى اي درجه لا يزال هذا كخط تهريب فاعل ما بين اليمن والقرن الافريقي وعبر المخ تحديدا؟ التهريب مختلف انواع، مش كل ياتي لا عبر جيبوتي، في عبر جيبوتي، عبر الصومال، عبر مباشره من بندر عباس، ونحن ايضا خفر السواحل تمكنت من ضبط اكثر من زعيمه، والتحقيقات موجوده ونشرت ان المهربين اكثر من بندر عباس وتحركوا الى مباشره الى ميناء الصليف. جميل. This one here, then we'll get another round. Someone here in the middle. And this. William Beatty, a former British diplomat. William Beatty, دبلوماسي بريطاني سابق. يعني أنا أعتقد أن ديانتي هي البراغماتية. أنا أتساءل ما هي الفرص لبقاء اليمن موحد، وإن الواقع الذي تتفاوضون عليه هو تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب. زال معه فرصة أو لا؟ أوفر. السلام عليكم، أوفر النعامي من سيفر وورد، حاضر بصوت. أوفر النعامي، كلام عن اتفاقية سلام، وهذه اتفاقية السلام لي كيمنية كانت مخيفة جدا، حيث أنها خالص ما تتطرق لحقوقنا كيمنيين وحقوقنا المدنية الذي نهبت أثناء الحرب. من جهتكم هل أنتم مطلعين وموافقين على هذه البنود التي ممكن أنها تفرض علينا كيمنيين؟ وكيف ممكن نحن نأمل البنود الموجودة في اتفاقية السلام؟ خارطة الطريق الذي أغلبها على الرواتب وأشياء يعني لا تمسنا كمواطنين. شكرا. سؤال ثالث. يس. منظم في اللجنة اليمنية للسلام. السؤال، هل لديكم أي اللجنة الرئاسية من الناحية الاقتصادية، أو هي مجرد ناحية يعني أنتم تعملوا بناحية عسكرية فقط وأمنية؟ وإذا هي أمنية، لماذا المناطق الجنوبية المواطن البسيط لا يوجد أمن
يعمل بشكل منظم في هذه المناطق؟ سؤال كويس، هذا مهم السؤال، لأنه على خدمات الحكومة والخدمات الحكومية ودوركم كمجلس رئاسي. فعلا كان الناس يتوقع أن تتغير حياتهم للأفضل، ولم يتم هذا الموضوع من لما صعدتم. فعندك سؤال على دوركم إجمالا وهل في أولويات اقتصادية. السؤال الثاني كان أيضا متعلق باتفاقية السلام، إيش تعرفوها تحديدا؟ والسؤال الأول هو هل لا يزال اليمن الواحد ممكن؟ أكيد. نحن وفي مجلس القيادة لدينا اتفاق مبادئ بأنه نعمل كفريق عمل واحد لاستعادة الدولة، وحق الشعب اليمني في اختيار ما يريد، يعني لن يفرض واقع من خلال مكون أو من خلال شخصيات، هذا يأتي بعد استعادة الدولة عبر المؤسسات الدستورية، يتخذ الشعب اليمني قرار حسب ما يلائمه، لن يفرض عليه فرضا. معقول أنكم توقعوا على اتفاقية خارطة سلام لا تعرفوا حتى ورقة؟ الآن يعني قد عملت مقابلات مع 6 من المجلس الرئاسي ولا واحد عنده ورقة. بنودها معروفة حافظين لها عن ظهر القلب، يعني ما يحتاج أن احنا نبز ورقة. لكننا نسعى، الشعب اليمني تعب وعانى من ويلات حروب الحوثيين من الحرب الأولى، فعلى وعسى يعقل ويهدى ويمر في هذا الطريق هذا ويثبت أنه يريد سلام العالم، لكن احنا نريد نثبت للعالم أن الحوثي سيتهرب من هذه خارطة الطريق، مهما وصلنا إلى أي مرحلة سيقف ويعود إلى الحرب. جماعة نشأت مقاتلة وستبقى هكذا حتى تنتهي. ثاني سؤال؟ طبعاً مجلس القيادة الرئاسي لا نستطيع أن نقول أن نحملها أكثر مما يحتمل، أو الحكومة السابقة أو غيرها، لأنها جاءت في ظرف صعب، وهذا الظرف الصعب سواء كان اقتصادياً أو عسكرياً أو بسبب الأحداث ما يحصل في البحر الأحمر والتحديات تفرض بيوت كبيرة، من ضمنها العجز في إيصال في الرواتب، في تصدير النفط، هذا أثر على أداء الحكومة، أثر على أداء المؤسسات اللي كان تشتغل هناك، لجان لإعادة ترتيبها، لإعادة جاهزيتها، ولكن الوضع ليس بهذا السوء، في تحسن بالنسبة للوضع الأمني، أعتقد أفضل بكثير. بالحديث على فكرة على الوضع الحالي السياسي بشكل عام، وأنتم طالبوا دائما أن العالم يعمل تصنيف للحوثيين وعقوبات، هذا شيء أنتم متفقين معه؟ أكيد. ولذلك نحن قلنا أن الحوثي استفاد من المكايدات السياسية في الداخل اليمني، حتى استطاع أنه يسيطر على العاصمة صنعاء بسبب الخلافات السياسية في تلك المرحلة، والآن عندما أتى التصنيف في أيام ترامب، بس أنا أعرف شخص المكايدة الانتخابية الأمريكية أتت وألغت هذا التصنيف، والآن عادوا هذا التصنيف. أنا أعرف شخص يمني تماما سيختلف معك في معاقبة أي يمني آخر، وهو أحمد علي عبد الله صالح. شوف، هو كيف تقبلوا بالعقوبات على الحوثيين وما تقبلوهاش على إذا كانت هذه سلوك؟ نتكلم عن العقوبات التي لا تمس المواطن، لكن تمس جماعة إرهابية تقتل المواطن وترهب المواطن وتسلبه حقه في الحياة الكريمة وتسلبه راتبه. تعتقل الناس لمجرد أنه يخرج يطالب بالراتب؟ تعتقل ناس في السجون الآن، أكثر مدير نقابة المعلمين الآن في السجن وغير معروف مصيره بسبب أنه طالب براتب المعلمين، ويريد أن يعلم المنهج الحوثي ما يعطيه راتب. Okay. نيراند questions. Gentleman in the back and then the one there. السيد في الخلف وبعد ذلك سؤالي شوية قديم، يعني غير متعلق بالأحداث الحالية. لماذا تحالف المؤتمر الشعبي العام مع الحوثيين في 2014؟ شكرا على الاختصار. الرجل اللي بالوراء هنا صح، في 2014 هو متى تحالف؟ في زمن الحرب. المؤتمر الشعبي لا، هذا التحالف حصل في الحرب ولظروف خاصة، ولكن العالم كله يعرف أنه لولا غمضة عين علي عبد الله صالح الحوثي ما دخلنا. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، يعني أنت تحاسب شخص خرج من السلطة، سلم معسكرات الدولة، سلم مؤسسات الدولة كاملة، وتقول لي غض الطرف بايش؟ هذا كلام افتراء. بس شوف، افتراء. بس ألا ترى أن ما أعطى الحوثي غطاء اجتماعي هو المجلس السياسي اللي أنتوا تحالفتوا في باب الحوثي؟ الحوثي عندما وقع اتفاق السلم والشراكة
يوم دخول الصنعاء الوحيد الذي رفض هذا الاتفاق والمؤتمر الشعبي العام، وطلعت اللجنة العامة التي ترأسها علي عبد الله صالح ببيان ضد هذا الاتفاق. كيف تقول لي تحالف معه؟ Yes please. Hi, I'm Nikki, New Zealand Citizens. Talking about peace process, what shall be done in order to... إذا نتحدث على اتفاقية السلام، ما الذي ينبغي القيام به لكي يعني نبدأ المحادثات لاتفاق السلام وكذلك تبادل الأسرى لتمهيد الطريق للوصول إلى السلام؟ Hi, thank you. What were the amendments that you... شكرا. ما هي التعديلات التي طلبتموها لخارطة الطريق؟ ما هي التعديلات التي طلبتموها على مسودة خارطة الطريق والتي حسب قولكم أنها رفضت؟ ممكن أو اللي يلزم عمله لكي تعود هناك عملية سياسية ويمكن حولها أنه يطلق سجناء وإلى ما آخره. والسؤال الثاني، ما هو تحفظاتكم تحديداً كانت أو تعديلاتكم على المقترح السعودي فيما يتعلق بخارطة السلام؟ أولاً لبدء العملية السلام هذا يحتاج أولاً إلى دعم الحكومة الشرعية دعم كامل اقتصادياً وسياسياً، ونحتاج إلى إيقاف هذه الحرب الحاصلة في البحر الأحمر أو في غزة. لابد من التهدئة في المنطقة. إذا أردنا سلام يبدو أن يعني السلام جميع أرجاء المنطقة. مع التوتر الحاصل أعتقد أنه والحاصل في البحر الأحمر أنه تفاقد السلام أصبحت الآن مجمدة نوعا ما، وفي ظل التصنيف الأمريكي للحوثيين كجماعة إرهابية من الصعب أنه المرور في هذه الخارطة. ولكن ما هي تحفظاتكم اللي مرتوا فيها؟ ما هي تحديدا التعديلات؟ على شكل الأجور، المرتبات، تصدير النفط أن يكون من حق الشرعية لا يكون حق المشترك، من ضمنها أيضا كان الحوثي يشترط أن تبقى فقط النفط والغاز هي الموارد الخاصة بالمرتبات، ونحن قلنا أيضا جمارك ميناء الحديدة من النفط والغاز لابد أن تدخل، لأنه يجني منها كثير من الأموال. ويستطيع إذا نفذ اتفاق ستوكهولم، اتفاق ستوكهولم فيه أحد الشروط أنه واردات ميناء الحديدة يدفع الحوثي منها المرتبات، لم يلتزم. إذا أردنا سلام خلينا نبدأ نجرب اتفاق ستوكهولم. لماذا لا ينفذ اتفاق ستوكهولم بحذافيره ويتم سحب جميع القوات العسكرية الحوثية من الحديدة والموانئ الثلاثة؟ في سؤال من دفع المرتبات عبر ميناء وجمارك ميناء الحديدة، عادة سلطة متوافق عليها لإدارة شؤون الحديدة. هنا هذه كانت المفروض هي أول خطوة للسلام. سؤال أخير من الشات وبعدين برجع أعمل آخر لفة على آخر جولة أسئلة، وهو ما هو وضع، سؤال مهم على وضع الألغام في تحديدا في المخاوف في الشاطئ الساحلي في البر ولا في البحر؟ الألغام البحرية الحالية، مهم السؤال. الألغام البحرية السابقة تم إزالتها بعد تحرير ميناء المخا وتحرير منطقة الخوخة وصولا إلى معركة الحديدة، وهناك كثير من الألغام التي واجهتنا وتواجه الصيادين، وبعضها يعني استمر سنة أو سنتين إلى أن يخرجها أمواج البحر إلى الشاطئ. أما الآن فمعركة الحوثي في البحر الأحمر أو ضد التجارة الدولية هي بالصواريخ والمسيرات بعيدة المدى، وقد يتطور الأمر لإدخال الألغام هذه، وهذه ستكون كارثة على جميع السفن لأنه اللغم أعمى لا يستطيع أن يحدد سفينة بحد ذاتها. Okay, Niran, the man in the back. And can you raise your hands, all who wants to ask question, just so I have a look? Like I want to. Yeah, the one in the back. أخلف. أحمد البكري، صحفي يمني. السؤال الأول، هل تملكون حل تقدموه الآن للمجتمع الدولي بما يخص البحر الأحمر بعيداً عن نحن قلنا لكم؟ السؤال الثاني، قلت قاتلتهم بحراساتكم الشخصية في 2017، أين ذهب الجيش، قوات الخاصة، الجيش الحرس الجمهوري والأمن المركزي؟ شكراً. أعلان نورة in the front. One question. سيادة العميد، تعرف أنه ليست أول مرة التي تفرض عقوبات على جماعة الحوثي، بل أنه سبق يدعي الحوثيين اليوم بأنهم فرضت عليهم العقوبات بسبب أنهم يحاربون يقاتلون في البحر الأحمر، بينما فرضت عقوبات سابقة عليهم بأمريكية بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق النساء
ارتفعت حدة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان تجاه النساء والأطفال في اليمن. مؤخرا أصدر الحوثيين حكما بالإعدام على ناشطة سياسية، وسبقه أيضا أن صدر 5 أحكام إعدام بحق النساء في اليمن. السؤال يتمثل: هل المجتمع الدولي اليوم صادق في التعامل مع جماعة الحوثي؟ وهل نحن كيمنيين لازلنا نثق بأن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءات صارمة تجاه هذه الجماعة التي ارتكبت جرائم حرب بحق اليمنيين؟ فهذا السؤالين سؤال مركب من سؤالين: هل تثق بالمجتمع الدولي بشكل عام فيما يتعلق بالتعامل مع الحوثيين، وهل هو جاد فيما يتعلق بهذا؟ والسؤال الثاني أيضا السابق هو: طيب إيش الحل؟ إذا الموضوع إحنا هنا وهنا مش عاجبكم. الحل أنه يجب على أن تفرض الحكومة الشرعية سيطرتها على كامل تراب الوطن، ولنقول أيضا السواحل بالدرجة الأولى. هذا يجب أن يكون هناك دعم لهذا القرار، لمساندة الشرعية في بسط سيطرتها. فيما يخص العقوبات وثقتنا بالمجتمع الدولي، أعتقد أنه تعزز الآن دور المجتمع الدولي بعد أن مست مصالحهم في البحر الأحمر. أصبحوا يرون الحوثي تحت بعين حقيقية غير النظارات اللي كان يرون بها ملون، بارت السوداء، عندي سوداء خضراء، هذا اللغة صاحبك، حسب كل واحد حسب مزاجي. بس السؤال المهم: أين ذهب الحرس الجمهوري والكان المهم والقوات الخاصة، هذه القوات الهائلة والمدربة والمسلحة أمريكيا؟ هذا السؤال يوجه عندما تم إعادة هيكلة الجيش. السؤال يوجه لأنه تم إعادة وتم إعلان ذلك رسميا. احنا شفناهم في 2011 جاءوا لعندنا، كانوا ظاهرين، ما جاءوا حش على مكان، كانوا خيرات. في 2012 أو 2013 تم إعلان أنه تم الانتهاء من هيكلة الجيش، وأنه أصبح جيش يتبع الدولة ويتبع كذا. أين ذهبت هذه الهيكلة؟ أيضا الحوثي عند دخول صنعاء وسيطر على المعسكرات وسيطر على القرار. بعد دخوله بصنعاء أصدر قرار بتعيين زكريا الشامي نائبا للرئيس الأركان، وكان متحكم في قرار وزارة الدفاع. جيت حاسب أحمد علي اللي كان سفير في الإمارات، هذا كلام مش صحيح. سؤال تفضل. سؤال هنا بعدين أنت last round. حضرت العميد. لا خذ ميكروفون لو سمحت. والآن آخر سؤال تفضل. عند الوان last. تفضل. عرف اسمك معنا. أخوكم مصطفى بن خالد، الأمين العام للجنة اليمنية للسلام. سؤالي لحضرة العميد: هل تعتقدون أن هناك إمكانية لجلوس اليمنيين على طاولة حوار يمنية للوصول إلى سلام عادل وشامل لليمن؟ أشكرك، سؤال مركز واضح. وإذا ما بتثقوش بالأطار الدولية والأمم المتحدة، طيب حلوها كيمنيين فيما بينكم. بس خليني أخذ سؤال أخير أيضا هنا وبعدين نختم الجلسة. تفضل. سيادة العميد، بعيدا عن الدور الإيراني أو ما يسمى محور المقاومة تعاونهم مع الحوثيين، هل تعتقد هناك دور روسي؟ هل سيستغل الروس هذه الفرصة لدعم الحوثيين للتنسيق لإرباك خصومهم الأمريكان والبريطانيين في المنطقة وللتنفيس عليهم من معركتهم في أوكرانيا؟ شكرا. سؤال مهم، وإيش رأيك تقييمك بشكل عام للدور الروسي؟ السؤال الثاني بالثاني ورجع الأول. لا ما يميز الأزمة اليمنية أنه هناك إجماع دولي بإبعادها عن الاستقطابات الدولية، أعتقد، وفي إجماع والدول العشر عندما يجتمعوا سفراءها ويتكلموا عن هذا الموضوع في إجماع لحل القضية اليمنية بعيدا عن هذه الاستقطابات. ولا يوجد لدينا أي معلومات فيما يخص أنه وجود دور رجال، لا أعتقد، ولا يوجد لدينا أي معلومات. وماذا عن إمكانية الحوار اليمني؟ الحوار اليمني موجود، والدليل على ذلك تشكيل مجلس قيادة من جميع القوى اليمنية. هم عاد مشكلة الحوثي اللي رافض أن يكون أن يشكل مكون سياسي، وقلنا يريد أن يصبغ الوطن والشعب بلون واحد ومذهب واحد وبشكل واحد ورأي واحد. حديث يطول ولكن للأسف وقتنا انتهى. نهاية اسمح لي أشكرك مجددا على سعة صدرك وعلى القدوم إلى تشاتم هاوس، وأيضا شكر لكم كثير وللحاضرين، وشكر عالي جدا لزملائنا الذي ساعدوا في تنسيق الفعالية وتحديدا إسراء والجميع، واللي حضروا معنا أونلاين. يمكنكم متابعة هذا النقاش لاحقا أيضا على www.chathamhouse.org. ويبقى جدا أن نحن نشكركم على هذا اللقاء. شكرا لك فارع، شكرا لك شاتم هاوس. أهلا وسهلا، وكثير الشكر لأهم والشكر الجزيل لأهم متحدث اللي هو المترجم، فشكرا لهم جدا. شكرا لك.